بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه وبعد، فإن تفقه الدين من علامات الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعدم التفقه في الدين من علامات الشر لمفهوم هذا الحديث، فإن من لا يتفقه في الدين ولا يهتم بذلك هذا دليل على أن الله لم يرد به خيرا. والتفقه في الدين لا يحصل إلا بالطلب. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فلا يحصل التفقه إلا بتعب وسفر وطول زمان وصبر وإلقاء بال. تفقه الدين لا يحصل عفوا وبدون تعب وبدون مشقة. من جملة التفقه الدين السؤال والجواب. السؤال والجواب هذا من طرق التفقه في الدين، ويكون قصد السائل معرفة الحكم الشرعي والعمل به. فإن بعض الناس يسأل عن الحكم الشرعي في قضية ما أو مسألة ما، فإن جاء الجواب في صالحه وموافقا لهواه قبله وفرح به، أما إن جاء الجواب مخالفا لرغبته مخالفا لهواه فإنه يتركه ويلتمس المخارج ويلتمس ما يصلح له ويوافق هواه ورغبته. وهذا لا يعد من التفقه في الدين، وإنما يعد من باب الحيل، يتحيل على ما يريده ويلتمس من يحلل له هذا الشيء ومن يوافقه على ما يريد. أما الذي يطلب الحكم الشرعي سواء كان له أو عليه ويعمل به، هذا دليل على صدقه وعلى أنه يريد التفقه في الدين. ثم أيضا تفقه في الدين لا يكفي أن الإنسان يتفقه ويعرف الأحكام الشرعية ويتبحر فيها بدون عمل. مقصود العمل، قليل من العلم مع العمل الصالح كثير فيه خير، وكثير من العلم مع عدم العمل لا خير فيه ولا فائدة منه. والمقصود التفقه في الدين هو العمل، أما علم بدون عمل هذا طريقة اليهود مغضوب عليهم، لأن عندهم علم لكن ليس عندهم عمل، كما أن العمل بدون علم لطريقة النصارى طريقة الضالين الذين يعملون حسب العادات والتقاليد وما عليه الناس دون معرفة الدليل من الشرع، هذه طريقة الضالين. وأما طريقة المنعم عليهم
فهي العلم النافع والعمل الصالح، جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهذا الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله جل وعلا يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالعمل قرين العلم، ولهذا يقولون العلم يقولون العلم يهتف بالعمل، فإن وجده وإلا رحل. العلم إن وجد معه عمل صالح استقر ونمى وزاد وبارك الله فيه، وإن لم يجد عملا فإنه يرحل من صدر صاحبه ولا يفيده شيئا. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: يوجد الآن أناس يمشون حول المقبرة من أجل الرياضة، هل هذا يعد من الطواف حول القبور؟ هذا حسب النية، إذا كانوا ينوون بهذا الطواف صار هذا من الطواف حول القبور، أما إن كانوا ينوون الرياضة تمشي هذا لا يعتبر من الطواف حول القبور، لكن فيه مشابهة، فينبغي لهم أن يبعدوا عن القبور ألا يطوفوا حولها، لأن هذا أقل أحواله أنه تشبه بمن يطوفون على القبور. نعم. ربما يراهم أحد من الجهال فيظن أنهم يطوفون بالقبور للبركة فيقلدهم، فالأولى أن يبتعدوا عن المقابر ولا يدورون عليها. أرض الله واسعة، كانوا يريدون الرياضة يخرجون للبر أو لمكان ليس فيه معوقات ويمشون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما هو الكتاب في الأدب الذي مؤلفه سليم في العقيدة؟ ما هو الكتاب في الأدب الذي مؤلفه سليم في عقيدة؟ كتب القديمة، كتب الأئمة القديمة، الأدب الكاتب لابن خزيمة وأدب الكاتب نعم المبرد والأمالي لابن الشجري، وكتب القديمة شروح المعلقات السبع والعشر، كتب القديمة التي ألفها علماء من أهل السنة والجماعة وأهل العلم والثقة. نعم. أدب الكاتب لابن قتيبة وغيره من الكتب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هذا السائل يحفظ علينا بعض الطلاب كتاب التوحيد، وبالنسبة للأحاديث الضعيفة والآثار هل يكلفون بحفظها؟ مثل ما جاء في باب: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، وفيه الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، يحفظ علينا بعض الطلاب كتاب التوحيد، فبالنسبة للأحاديث الضعيفة والآثار هل يكلفون بحفظها؟ مثل ما في باب: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، وفيه الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا السؤال من العجائب، يعني بلغ بك الحد إلى أن تتشكك في كتاب التوحيد وما فيه من الأدلة، يعني الشيخ صار جاهل أو غاشي للمسلمين؟ هل يحتمل أنك ترى أن الشيخ جاهل وأنه وضع في هذا الكتاب حديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج، أو أنه غاش للمسلمين
يعرف أنها ضعيفة ووضعها في هذا الكتاب. ثم أيضا هذا الكتاب تعاقب عليها أجيال من العلماء ومن أهل الحديث ولم ينتقدوه بشيء، حتى جاءت حثالة في هذا العصر يدعون أنهم يعرفون الحديث ويعرفون، وصاروا ينتقدون هذا الكتاب أو غيره من كتب العلم. والله هذه علامة شر أهيب علامة خير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: بعض الناس يضع مع الميت عند دفنه مادة تساعد على تحلله، خصوصا في المقابر التي هي على شكل غرف في البلاد التي أرضها صلبة حتى تتحلل الجثة بسرعة ثم يدفن فيها غيرها، ما حكم هذا العمل؟ هذا العمل لا يجوز، ما يوضع مع الميت مادة تحلل جسمه، ما يجوز هذا العمل. جنازة المسلم وجثة المسلم تحترم، حرمته ميتا كحرمته حيا، لا يجوز أن تكسر عظامه ولا أن يوضع معه مادة تفتت لحمه وتسرع في تحلله، هذا انتهاك لحرمة المسلم، حرمة الميت، لا يجوز هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، في مرض العنكز أو ما يسمى بالمرض الجدري المائي، وهو مرض معدي بإذن الله. مرض الجدري إيش؟ المائي. مائي؟ نعم. إيه؟ وهو مرض معدي بإذن الله، هل يأخذ حكم الطاغوت، هل يأخذ حكم الطاعون بأنه إذا أصاب أحدا هذا المرض فإنه يجب عليه أن يعتزل الناس؟ يا أخي، ما زال مرض الجدري يصيب الناس، وما زال هذا المرض يأتي بين حين وآخر، والناس متوكلون على الله وصابرون ولا ينفرون من المجدور، بل يتولونه ويعالجونه ويخالطونه، وما رأوا إلا الخير والحمد لله. إنما الذين ينفرون من المجدور هم البادية أو بعض البادية الجهال، أما أهل الإيمان وأهل التوكل على الله فإنهم لا ينفرون من المجدور، بل يعالجونه ويجلسون عنده ويتولونه، وما حصل عليهم إلا الخير والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم قص المرأة لشعرها من المقدمة شيئا يسيرا؟ لا يجوز أن تعبث المرأة في شعرها، ما يجوز لها أن تقصه من الأمام أو من أي جهة، لأن هذا من العبث بالشعر والتمثيل بالشعر والتقليد والتشبه بالكافرات التي تظهر صورها في شاشات التلفزيون أو في الصحف أو في المجلات، يحاول نساء المسلمين تقليد هذه الصور التي يرينها في وسائل الإعلام. وشعر المرأة جمالها وذوائبها جمالها، عليها أن تحافظ عليها وأن تصلحها وأن تعتني بها ولا تقص شيئا منها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الكشف أمام إخوتها من الرضاعة وهم أبناء عمها لعدم ارتياحه لذلك، ولأن أحدهم يخشى منه سوء الأدب أو قلة التدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذا ثبت أن الرضاعة خمس رضعات وكانت في الحولين كما جاء في الأحاديث، فإنها تثبت الحرمة والمحرمية، فلا يجوز لأحد أن يعتقد خلاف ذلك. وللمرأة أن تكشف على محارمها من الرضاعة، سواء كانوا إخوة لها
من الرضاعة أو أعماما لها من الرضاعة وأخوالا لها من الرضاعة، هذا حكم الشرع، والمسلم يرضى بحكم الشرع. أما إذا خشي من أحد من المحارم، خشي منه أنه يفتتن مع المرأة إذا كشفت وجهها عنده، فإنها تحتجب منه درءا للفتنة، لكن هذا نادر وقليل، هذا نادر وقليل، لكن لو وجد فإنها تتحفظ منه حتى ولو كان أباها أو ابنها من النسب. إذا خشيت منه الفتنة أو رأت منه علامات الريبة وأنه لا يؤمن عليها فإنها تتحفظ منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: أنا أحب المدينة وأرغب في سكناها، وأرغب إذا مت أن يدفنني أهلي في المدينة، وأريد أن أوصي أقاربي بدفني في المدينة، وسوف أجعل مبلغا من المال لتيسير نقلي من الرياض إليها، هل عملي هذا صحيح؟ لا ينفعك إلا عملك، أين مكان دفنت فيه من الأرض لا ينفعك إلا عملك، وهذا تكلف، هذا تكلف. المسلم يدفن في المكان الذي مات فيه مع المسلمين، في مقابر المسلمين، ولا يتكلف النقل إلى المدينة أو إلى غيرها، ويظن إن هذا يزيد في عمله، ما له إلا عمله. فلو مات في المدينة ودفن في المدينة وهو على عمل سيء لم ينفعه كونه في المدينة، ولو دفن في المشرق أو المغرب وهو على عمل صالح فإن ذلك لا يضره. فليس للميت إلا عمله، ولا أرى التكلف هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إذا مر شخص على المقبرة وأهله معه، هل يجوز لأهله أن يسلموا ويدعوا بالدعاء بالثبات لمن زار المقبرة؟ السلام للمار بالمقبرة يشرع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وليس هذا من الزيارة المحرمة على النساء، بل هذا سلام مار عابر. يجوز أن المرأة إذا مرت من عند مقبرة أن تسلم وتدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعد هذا من الزيارة. أما إذا قصدت الذهاب إلى المقبرة، إذا قصدت الذهاب إلى المقبرة وتقول بسلم وادعو، هذه زيارة لا تجوز. لكن لا مرت من غير قصد مع طريق من يمر من عند مقبرة وسلمت سلاما عاما خارج المقبرة، لا تدخل المقبرة وإنما وهي في الطريق، فهذا لا بأس به لأنه لا يعد زيارة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل التأخر عن زيارة قبر الوالد يعتبر من العقوق؟ وهل هناك فرق فيما بين الدعاء له عند قبره أو في أي مكان؟ يعني زيارة قبره، هل زيارة الميت سواء كان الوالد أو غير الوالد مستحبة، قوله صلى الله عليه وسلم: زور القبور فإنها تذكر بالآخرة، وفيها دعاء للميت، نفع للميت بالدعاء، ونفع للحي بالاعتبار والاتعاظ، هذا زيارة الوالد وغيره، وليس لها وقت محدد، وإذا لم تزره لا يعتبر هذا من العقوق، لا يعتبر هذا من العقوق، وتدعو له في أي مكان، الدعاء يصل ويقبل إذا كان دعاء خالصا ودعاء مشروعا يقبل في أي مكان، حتى ولو لم تزر أباك ادعو له وانت في أي مكان، وإذا لم تزره لا يعتبر هذا من العقوق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل يجوز السفر للمعلمات التدريس بدون محرم، علما بأنهن مجموعة معلمات والمسافة أقل من 100 كيلو؟ نعم. تقول: هل يجوز السفر للمعلمات التدريس بدون محرم، علما بأنهن مجموعة معلمات وعلما بأن المسافة أقل من 100 كيلو؟
الحديث عامة، قل صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، في رواية مسيرة يوم ليلة، في رواية مسيرة يومين، في رواية مسيرة ثلاثة أيام، يعني للراحلة، وفي رواية مطلقة بدون تحديد: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وأقل مسافة حددها العلماء 80 كيلو، 80 كيلو، وهي مسيرة اليومين للراحلة، فلا يجوز للمرأة أن تسافر 80 كيلو فأكثر إلا ومعها محرم. والجماعة من النساء لا تغني عن المحرم، النساء نساء مهم محرم، فلا بد من محرم يكون معها محرم من أقاربها الذين تحرم عليهم بنسب أو رضاع أو إصهار بسبب مباح تحرم عليه تحريما مؤبدا، ويكون المحرم عاقلا بالغا، لابد من هذا. والمعلمة وغيرها سواء، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني المعلمة بل عمم وقال: لا يحل لامرأة، هذا عام، تؤمن بالله واليوم الآخر، معلمة وغيره. إذا كان ما عندها محرم يروح معها للعمل تترك العمل، الحج إذا كان ما معها محرم، الحج إلى بيت الله فريضة الإسلام، إذا كان ما معها محرم لا تحج حتى تجد المحرم، إذا كان الحج لا يجوز إلا بمحرم فالتدريس من باب أولى، أو تطلب النقل إلى البلد اللي فيه. المهم انها ما تخالف حكم الشرع وتخالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول انا مدرسه، تدريس ما هو ضروري. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، هذا السائل يقول: عندي محلات لبيع الاسماك، ويوجد اسماك حيه في احواض، بحيث اذا طلب الزبون منها اضع له في الميزان السمكه إذا كانت حية أو وهي حية، ثم نقوم بوضعها في كيس، ويقوم العامل بضرب رأس السمكة وهي داخل الكيس حتى تموت، ثم تنظف، لأن هذه الأسماك في الغالب أنها تبقى قرابة ساعة أو ساعتين حية خارج الماء، والزبون مستعجل ولا ينتظر، هل تجوز هذه الطريقة أم لا؟ لا يجوز هذا العمل. السمكة إذا خرجت من الماء تموت تلقائيا ولا تحتاج إلى قتل، فتترك حتى تموت ولا تضرب، لأن من العلماء من يرى أنها إذا ماتت بسبب فإنها لا تحل كالحنفية، وإنما تحل إذا ماتت حتف أنفها بدون تسبب، هذه هي اللي تحل بالإجماع. أما ما ماتت بسبب هذا محل خلاف بين العلماء، وهذا فيه تعذيب أيضا، ضربها فيه تعذيب، وهذا لا يجوز. اتركها لما تموت، شو اللي معجل؟ اللي يشريها يتركها لما تموت، تموت هي تلقائية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: عندي بنت وتمتنع من لبس الحجاب، ماذا أفعل بها؟ وهل علي إثم إذا لم تمتثل لذلك؟ أنت وليها، الرجال قوامون على النساء، ألزمها بالحجاب واضربها إذا أبت، تضربها على هذا الأمر، أنت وليها وأنت قوام عليها، لابد تلزمها بالحجاب، هذا حكم شرعي، وأنت قد ولاك الله عليها، فألزمها بالحجاب ولو بالضرب حتى تمتثل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: أنا مسؤول عن منشأة ويوجد بها محلات، وطبقت نظاما عليهم جميع أصحاب المحلات، وطبقت نظاما. نعم. يقول: أنا مسؤول عن منشأة ويوجد بها محلات، وطبقت نظاما على جميع أصحاب المحلات، يقضي بتغريمه 100 ريال عند قيامه بشرب الدخان داخل المنشأة،
السؤال: هل عمل الاجتهاد هذا صحيح رغم أنه من فضل الله فيه أثر، حيث أن كثيرا منهم قد ترك الدخان؟ وهل يجوز شراء أشرطة أو ما ينفعهم بهذه الغرامة أو إدخالها في صندوق المنشأة؟ يا أخي وشو اللي تعمل هذا العمل؟ اللي ما يترك الدخان اطرده وفصله، قال له يروح ولا تغرمه، أن لا يجوز أخذ أموال الناس بدون حق. فاللي ما يلتزم بالشرط افصله وجيب غيره والحمد لله. وإذا طرد من العمل سيرتدع ويترك الدخان بدون أنك تغرمه غرامه وتأخذ منهم أموال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يجوز دخول النساء للمقبرة بالصلاة على الميت ومن ثم الخروج بعد ذلك؟ لا يجوز للنساء أن تدخل المقابر، لا للصلاة ولا للزيارة ولا لدفن الميت ولا لتشييعه، لا يجوز هذا. صلي على الجنازة خارج المقبرة، المسجد ولا في البيت، إذا كانت الجنازة في البيت تصلي عليها أو في المسجد. أما أن تدخل المقبرة من أجل الصلاة على الجنازة هذا أمر لا يجوز. فالمرأة لا تدخل المقبرة لا زائرة ولا مشيعة ولا من أجل الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: يوجد في بعض المقابر التي تصويرها تصوير قديم أن تخلص إليها الحيوانات وغيرها، وبعضها بجانب مياه المجاري أكرمكم الله، حتى تشم رائحة المجاري في المقبرة مثل مقبرة منفوحة وهي تعتبر الآن قديمة، ما هو الواجب تجاه هذه المقابر وغيرها؟ الواجب أن تكلم البلدية المسؤولة عن المقابر، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبلدية كل بلد هي المسؤولة عن مقابر هذا البلد. الواجب أنك تكلم رئيس البلد أو مدير البلدية لأجل أن يعمل ما يمنع الأذى عن هذه القبور بتسويرها وبصرف مياه المجاري عنها، هذا واجبهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: المعمول به حاليا في المقابر أنه يوضع على القبر ما يسمى بالبحص، وهي حجارة مكسرة، ثم يراق عليه ماء كثير، وبعضهم ربما يضع علامة ليعرف القبر مثل خشبة أو قارورة، ما حكم هذا الفعل؟ هذا لا بأس به بعد الفراغ من الدفن، بعد الفراغ من الدفن يوضع عليه حصبة لأجل تمنع تطاير التراب، ويرش بالماء أيضا، لا بأس بهذا بعد الدفن، ولا بأس بوضع علامة عليه لأجل الزيارة، حجر أو شيء غير كتابة وغير تجصيص، وإنما هو علامة يعرفها الزائر فقط ولا يعرفها غيره، لا بأس أنه يضع عليه حجر أو قارورة أو عود أو غير ذلك، أو يخط خط في الأرض عنده حيث يعرفه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: قد كنت مسافرا ووقفت في صلاة العصر وصليت العصر عند إمام. نعم. يقول: لقد كنت مسافرا ووقفت في صلاة العصر وصليت العصر عند إمام، وكنت ناويا قصر الصلاة، لكن الإمام أتم الصلاة، ما هو الحكم في حاله؟ الحكم أنك تتم الصلاة تبعا للإمام، إذا أتم الإمام سواء كان مسافرا أو مقيما، المقيم يلزمه الإتمام والمسافر يجوز له القصر، لكن إذا أتم فإنه يلزم من خلفه الإتمام تبعا لإمامهم، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، فلا يجوز أنك تقصر والإمام يتم، هذا اختلاف. أما العكس وهو أن المأموم يتم والإمام يقصر، هذا جائز، إنك تصلي خلف من يقصر الصلاة ثم إذا سلم تقوم وتتم الصلاة إذا كان ما يجوز لك القصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة عام الفتح لما صلى بهم
قال يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا لأنفسكم. فلما سلم صلى الله عليه وسلم قاموا وأتموا الصلاة لأنفسهم. الحاصل أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أو من يتم الصلاة لزمه الإتمام، والمقيم إذا صلى خلف مسافر يقصر الصلاة فإن المقيم يتم الصلاة بعد سلام الإمام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما حكم هذه العبارة وكلت الله ثم وكلتك؟ يا أخواني، توكل هذا عبادة، ما يجوز يقال للمخلوق توكلت عليك، ولا تقول وكلتك وكلت الله ثم وكلتك، قل وكلتك خلاص، وكلتك أنت وكيلي، فوضتك عمدتك وما أشبه ذلك. نعم. أما تقول توكلت على الله ثم عليك هذا لا يجوز، أو تقول وكلت الله ثم وكلتك هذا ما يجوز. قل وكلتك أو أنت وكيلي أو أنت نائبي أو ما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول يوجد في بعض الجهات عندما يموت رجل فإنهم يقومون بدفن معه طفل. نعم. يقول يوجد في بعض الجهات عندما يموت الرجل فإنهم يقومون بدفن الطفل معه، يقولون بأنه يشفع له، هل هذا الفعل صحيح؟ غير صحيح، لا يجوز أن يدفن في القبر إلا واحد، إلا ميت واحد، إلا عند الضرورة إذا كثر الأموات وصعب الحفر لكل ميت يجوز القبر الجماعي اثنين أو ثلاثة حسب الضرورة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد، لما كثر القتلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن، أن يجمع بين الاثنين في القبر لأجل الحاجة والضرورة، لأن الموتى كثيرون والصحابة فيهم ضعف عن حفر لكل ميت، فإذا دعت الضرورة إلى دفن اثنين في القبر فأكثر فلا بأس، أما من غير حاجة هذا لا يجوز. وهذا العمل الذي يقولون أنه من أجل الشفاعة هذا مبتدع، الشفاعة تحصل بدون أنه يدفن معه، إذا أراد الله وأذن أنه يشفع له هذا الطفل هذا لو ما دفن معه يشفع له، ولو كان الطفل مدفون بالمشرق والميت مدفون بالمغرب، الشفاعة ما لها تعلق بدفن الاثنين جميع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا يقول يدرسنا أحد الأساتذة في إحدى الكليات وتخصصه في الدراسات الإسلامية، لكنه يتكلم ببعض الأشياء فيقول إن حديث لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة من رواية أبي بكر وقد أقيم عليه الحد، ومن أقيم عليه الحد فلا يؤخذ بقوله، ويقول إن الرافض إخوان من إخواننا المسلمين، ويقول إن معاوية لا يستحق الخلافة لأنه أخذها بالقوة، وغير ذلك من أقوال التي يعرضها بأسلوب يؤدي إلى التشكيك عند الطلاب، ما العمل عند مثل هذا أو مع مثل هذا، وما هو واجبنا تجاهه؟ هذا منكر عظيم، وهذا المدرس إما أنه شيعي ويتستر اسنحت له الفرصة فأباح بما عنده، وإما أنه ضال مقتدي بالشيعة ومتأثر من مذهب الشيعة، وهذا يعتبر ضلالا وزيغا، ولا يسعكم السكوت على هذا، بل عليكم أن تنكروا وأن ترفعوا بشأنه إلى المسؤولين عن التعليم لأجل فصله وإبعاده عن التدريس، عليكم المبادرة بشكايته إلى المسؤولين لأجل إبعاده عن التدريس لئلا يلقن الطلاب هذه الضلالات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول يوجد في قريتنا التفريق فيما بين قبور الرجال والنساء، وذلك بوضع لبنة للرجل ولبنتين للمرأة، فهل هذا جائز أو محرم؟ هذا لا أصل له، التفريق بين قبر المرأة وقبر الرجل لا أصل له،
ولا يعرف هذا عن السلف. القبور يتساوى فيها الناس، الرجال والنساء والأغنياء والفقراء والملوك والصعاليك، يتساوى فيها الناس والعلماء والجهال يتساوى فيها الناس، لا يميز بعضهم على بعض، لأن كلهم مسلمون ولا ميزة لبعضهم على بعض. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الرجل قد تكون امرأة أفضل من آلاف الرجال إذا كانت أتقى لله عز وجل، ولا تميز يميز قبر المرأة عن قبر الرجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: قد ذكر العلماء رحمهم الله في باب التعزية أن المسلم يعزي الكافر فيقول له أعظم الله أجرك وأحسن عزائك. قد ذكر العلماء رحمهم الله في باب التعزية أن المسلم يعزي الكافر فيقول أعظم الله أجرك وأحسن عزائك. ما ذكر العلماء هذا فيما أعلم، إنما ذكروا أن المسلم يعزى بالكافر، المسلم يعزى بالكافر إذا كان له قريب كافر، فالمسلم يعزى بالكافر ولا يقال له غفر الله لميتك، وإنما يقال للمسلم أحسن الله عزاك وجبر مصيبتك فقط، ولا يقال غفر الله لميتك، لأن ميته كافر والكافر لا يستغفر له. وأما إن الكافر يعزى فهذا لا أعرف له أصلا، ولا أذكر أن أحد من أهل العلم قال بذلك. الكافر لا يعزى ولا يهنى بأعيادهم، لا يعزى ولا يهنى بالأعياد وما أشبه ذلك. نعم، لأن هذا يعتبر من الموالاة ومن المحبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: إمام مسجدنا إذا سهى في الصلاة لا يسجد للسهو. نعم. يقول: إمام مسجدنا إذا سهى في الصلاة فإنه لا يسجد للسهو، وإذا نصح من جماعة المسجد قال: لا أريد أن أشوش على الجماعة، فما حكم هذا العمل؟ السجود للسهو فيه تفصيل، السجود إن كان واجبا فلا بد منه، لا بد منه، والجماعة والحمد لله يعرفون سجود السهو ولا يشوشون. أما إذا كان السجود مستحبا فهذا تركه جائز، أما السجود الواجب عن ترك السجود عن نقص في الصلاة أو عن زيادة في الصلاة سهوا أو عن شك في الصلاة هذا واجب، لا يجوز للإمام تركه، وإذا أصر على تركه فإنه يعزل. تذهبون إلى جهة المساجد المسؤولة وإما إنه يلتزم وإلا يعزلونه، لأن هذا نقص في الصلاة، ترك سجود السهو الواجب هذا نقص في الصلاة وقد لا تصح لأنه نقص. فإن كان إنه ما يسجد لترك لنقص النقص اللي في الصلاة أو الزيادة التي في الصلاة سهوا أو الشك الذي يحصل في الصلاة فهذا لا يجوز تركه، لا بد من مذاكرته ومناصحته، فإن امتثل وإلا فإنه يعزل ويستبدل بغيره، لأن هذا نقص في الصلاة، ليس له أن يتصرف في الصلاة على حسب هواه أو على حسب اجتهاده هو، لأن بعض الناس يظن أنه صار عالم وصار يختار ويجتهد ويخالف العلماء ويقول أنا أختار وأنا أجتهد، حصل هذا في بعض المتعالمين، فمثل هذا لا يصلح أن يكون إماما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: قد جاء في القرآن ذكر دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم، فكان أول ما يبدأ به هؤلاء الرسل يدعون قومهم لعبادة الله عز وجل، فيقول الله عز وجل على لسانهم أنهم يقولون: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلا أن لوطا عليه السلام ما جاء في دعوته أنه بدأ قومه بالدعوة إلى توحيد الله وعبادته، والسؤال: ما هو الحكمة في ذلك؟ الله أعلم، ربما أن قومه عندهم الجريمة هذه الشنعة فهو دعاهم إلى تركها،
أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. عندهم الجريمة الشنعاء، ومن استحل هذه الجريمة هو كافر، من استحل اللواط أو استحل الزنا هو كافر بالله عز وجل، وأما من فعلها وهو لا يستحلها فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ويقام عليه الحد، إن كان ذكرا يجلد 100 جلدة وإن كان ثيبا يرجم حتى يموت، يرجم الزاني. وأما اللوطي العلماء نصوا على أنه يقتل بكل حال، اللوطي يقتل بكل حال سواء كان بكرا أو ثيبا، قوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به، والصحابة أجمعوا على قتل اللوطي لكنهم اختلفوا في كيفية قتله، منهم من يقول يحرق بالنار كما حرق بعض الصحابة بعض اللوطية، ومنهم من يقول إنه يلقى من أعلى مكان في البلد كما فعل الله في قوم لوط ويتبع بالحجارة، ومنهم من يقول إنه يقتل بالسيف حتى يموت. فهم اتفقوا على وجوب قتله لكن اختلفوا في الكيفية التي يقتل بها، وهذا لا يؤثر، هذا حكم اللوطي. وأما أن لوطا عليه السلام ما جاء في دعوته أنه قال اعبدوا الله، فهذا يدل على أن هؤلاء استحلوا هذه الجريمة واستباحوها، وهذا كاف في كفرهم والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد للميت 4 من جيرانه أو أهله بالخير أدخله الله الجنة، كيف تكون الشهادة بالخير للميت؟ وهل يؤمر الناس بذلك ويذكرون به؟ الشهادة للميت الثناء عليه، الثناء عليه بالخير، فإذا أثنوا عليه خيرا وكانوا أهل تقوى وأهل دين وأثنوا عليه خيرا هذه علامة خير، وإذا أثنوا عليه شرا فهو من أهل الشر ولا يطلب منهم ذلك، لا يطلب منهم يقال اشهدوا لفلان أو ما تقولون بفلان، لا يقال منهم، ما هذا شيء لم يرد، لكن هم إذا أثنوا عليه بدون أنه يطلب منهم أو دون يؤمرون، إذا أثنوا عليه هم من تلقاء أنفسهم وهم أخيار، هذا دليل على أن هذا الميت يرجى له الخير بشهادته، أما أنه يطلب منهم قال اشهدوا له أو ما تقولون فيها أو هذا شيء لم يرد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول قد ذكرتم في خطبة الجمعة الماضية في بعض المكاسب المحرمة، ومن ذلك ما تفعله البنوك عندما يأتي شخص يريد سيارة فيرسلونه للمعرض ويطلبون منه بيانات عنها ثم يعطونه المبلغ لشرائها بزيادة، وأن هذا من الربا. أرجو زيادة التوضيح في هذه المسألة، ثم ألا يكون هذا من باب السلم وليس من باب البيع؟ ألا واضح يا أخي، ما يحتاج توضيح، ألا واضح أنه شرى السيارة هو، ما شراها البنك، شراها هو وهم دفعوا الثمن، البنك دفع الثمن نيابة عنه قرض من باب القرض ويرده بزيادة، هذا قرض ربوي، البنك ما شرى السيارة وتملكها وقبضها وحول ونقلها إلى ملكه ومكانه ثم باعها على الزبون، وإنما يروح الزبون إلى الجهات اللي عندها سيارات ويخليهم يكتبونها باسم الشخص ويجيب لهم التسعيرة ويسددون القيمة ويستردونها بزيادة. اللي شرى في الحقيقة هو الزبون والعقد باسمه، وإنما البنك دفع الفلوس فقط على أنها قرض ويرد هذا القرض بزيادة، هذا أمر لا يجوز. والبنك ما تملك السيارة ولا حازها ولا نقلها ولا كتبت باسم البنك ولا أكملت إجراءاتها باسم البنك من استمارة وغير ذلك ولوحات
حتى يكمل قبلها. البنك ماله إلا بس يروحه ويأخذ السيارة ويجيب له التسعيرة ويسددها عنه ثم يستردها بعدين في، وليس هذا من السلم. السلم أنه يسلم القيمة، أن المستدين يسلم القيمة في مجلس العقد في سلعة مضبوطة بالأوصاف لا تتغير، مضبوطة بالأوصاف، فإذا حل الأجل يسلم السلعة. هذا ما هو سلم، هذا بيع، بيع حاضر، ما هو سلم. ولا في سيارة موصوفة ولا مضبوطة بالأوصاف ولا يملكها، لا يملكها البنك، فهو باع ما لا يملك، بل إنه ما باع، هو ما باع، سلم القيمة فقط، سلم القيمة نيابة عن المشتري دينا في ذمته ويرده بزيادة، فهذا قرض ربوي ولا يجوز. والبنك ما شرى السيارة ولا قبضها ولا تملكها ولا كمل إجراءاتها، وقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة لأن هذا العمل لا يجوز، عمل البنوك أو غير البنوك، هذا العمل لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم استعمال الرجل في طيب النساء؟ الرجل يقولون يستعمل من الطيب ما يظهر ريحه ويخفى أثره، الرجل يستعمل من الطيب ما يظهر ريحه ويخفى أثره، المرأة بالعكس تستعمل من الطيب ما يخفى ريحه ويظهر أثره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم استعمال الملح في البيارات؟ ما حكم استعمال الملح في البيارات أكرمكم الله لذلك، وذلك لفتح المسامات حتى لا تفيض البيارة؟ لا ما في ذلك، إذا كان الملح مجرب لأنه يفتح المجاري فلا بأس باستعماله، أو أنه يفتح البيارة لأجل الماء يتهرب منها على الأرض فلا بأس بوضع الملح فيها أو في المجاري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة ما يسمى بصبغة الميش، ما يسمى بصبغة الميش للشعر، هل هذه الصبغة جائزة؟ وهل صبغ الحواجب جائز أيضا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بصبغ الشيب، أمر بصبغ الشيب، فقال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، للرجال والنساء. الشيء يغير بغير السواد للرجال والنساء، أما غير الشيء إنه لا يغير لا بميش ولا بحيش ولا بأي شيء، يترك على ما هو عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: نلاحظ على كثير من الدروس والمحاضرات أنها تتعلق بالسنة وإكمال القرآن ودروسه وتفسيره، ما رأيكم لو تم حث العلماء والمشايخ بالاهتمام بذلك؟ تدريس القرآن والحمد لله متوفر في حلقات، حلقات التدريس وفي جمعيات تحفيظ القرآن، هذا متوفر. وإذا قام المشايخ بتدريس العلوم الأخرى، الفقه والتوحيد والحديث، تتكامل العلوم. القرآن يدرس في حلقات وجماعات تحفيظ القرآن في المساجد، والعلوم الشرع، العلوم الفقهية والعلوم الشرعية تدرس أيضا، تكاملت المعلومات عند المسلمين. نعم. لو من شرط المدرس أنه يدرس كل شيء، مدرس يدرس درس واحد، فن واحد، فنين، والآخر يدرس كذلك، ويتعاون كل واحد يكمل ما بقي، هذا من التعاون. أنا نقول إن المدرس لازم يدرس القرآن ويدرس السنة ويدرس الفقه ويدرس التوحيد ويدرس اللغة ويدرس النحو ويدرس البلاغة ويدرس الأصول ويدرس المصطلح، هو لازم هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يجوز للنساء الركوب مع ما يسمونه بسيارات الليموزين، علما أنهن أكثر من امرأة واحدة، ويكون ذلك داخل المدينة بدون محرم؟
نعم إذا كنا جماعة مع السائد اللوموزين أو غيره، والسائد ما هو محل تهمة، السائد ما هو محل تهمة، ما ضبط عليه شيء ولا عرف عن شيء، ما هو محل تهمة، وهم جماعة من النساء وداخل البلد، ألا حرج في ذلك. إنما الممنوع ركوب المرأة وحدها مع السائق، ركوب المرأة وحدها مع السائق الذي ليس محرما لها، هذا هو المحرم، لأنه خلوة ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: لو قال الطالب نجحت بسبب ذكائي، أو قال التابع طبقت بسبب معرفتي للتجارة، هل يكون هذا كفر للنعمة؟ وإذا كان كفرا، هل هو كفر أصغر أم أكبر؟ هذا قول قارون: إنما أوتيته على علم عندي. الطالب اللي يقول أنا نجحت بسبب ذكائي، بسبب حلقي، أو يقول صاحب المال أنا حصلت على المال بمهارتي وكدي وكسبي، ولا يقول هذا من فضل الله ومن توفيق الله، فهذا كفر نعمة، هذا كفر نعمة، أو كفر أصغر من الكفر الأصغر، لكنه خطير جدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، من أسفل إزاره أو حلق لحيته خوفا أو حياء من الناس، هل هذا من الشرك؟ تقدم لكم إن الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الخوف العبادة الذي معه ذل وخضوع، هذا خوف عبادة ولا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني الخوف من الناس في فعل الواجب أو ترك المحرم أو المسنون، هذا شرك أصغر، تقدم لكم أن هذا شرك أصغر، الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويترك الدعوة إلى الله خوفا من الناس، هذا شرك أصغر. والنوع الثالث الخوف الطبيعي، الذي يخاف من السبع أو يخاف من العدو، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، هذا خوف طبيعي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، الأحاديث الواردة في حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة وقد بلغت حد التواتر، هل يكون المنكر لحوضه عليه الصلاة والسلام كافرا إذا علم بهذه الأحاديث، وقد يكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا في الصراط أو الميزان أو الشفاعة أو غيرها؟ نعم، الذي ينكر ما تواترت به الأدلة يكون كافرا مرتدا، لأنه مكذب لله ولرسوله. المتواتر هذا يفيد العلم حتى عند المتكلمين وعند يعني طوائف الله اللي يقولون المتواتر يفيد العلم ويفيد اليقين. الذي ينكر المتواتر هذا يكفر بالله عز وجل، كالذين ينكرون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والذين ينكرون عذاب القبر هذا متواتر، والذين ينكرون الجنة أو النار أو ينكرون الحساب أو الموازين أو غير ذلك، هذا يعتبر كفر بالله عز وجل، لأن هذا لا يؤمن باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما صحت به النصوص مما يجري في اليوم الآخر من حين الموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، كل ما صحت به الأحاديث هذا كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر. فمن أنكر شيئا مما صحت به الأحاديث فإنه لا يؤمن باليوم الآخر، أو يكون إيمانه باليوم الآخر ناقصا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: اعتدنا من العامة أنهم إذا هللوا عقب صلاة المغرب والفجر قالوا: اللهم أجرني من النار عدة مرات، هل لهذا أصل في السنة؟ نعم، هذا ورد فيه حديث ولكنه ضعيف، الذي يعمل به هذا من فضائل الأعمال لا بأس، الذي يعمل به لا بأس ولا ينكر عليه، لأن هذا من فضائل الأعمال، الحديث الضعيف يعمل به من فضائل الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: قد ورد في كفيل شرح الأربعين النووية للنووي في حاشيته
هذه العبارة نعم. على حديث إنما الأعمال بالنيات، أنه إذا وجد العمل وقرنته النية فإن فيه ثلاثة أحوال: الأولى أن يفعل ذلك خوفا من الله وهذه عبادة العبيد، الثانية أن يفعل ذلك لطلب الجنة وهذه عبادة التجار، الثالثة أن يفعل ذلك من تأديته للشكر ويرى نفسه مقصرا وهذه عبادة الأحرار. ما صحة ذلك؟ هذا كلام الصوفية، هذا كلام باطل. التقسيم هذا تقسيم الصوفية، ومن هو المحشي هذا؟ يقول مجموعة من طلبة العلم، لو تتبع المعلق وجدته من الصوفية، لأن هذا كلام الصوفية، هذا نقصه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسمع هذه العبارة من بعض الناس يتلفظ بها عند حدوث المصيبة، وهي قولهم هذه سنة الحياة. أنا مثل قول المشركين قد مس آباءنا الضراء والسراء، اللي يقول هذه سنة الحياة فلم يكن قول الأولين. قد مس آباءنا الضراء والسراء، ولا يتعظون ولا يعتذرون ولا يقولون هذا من الله أو هذا من عند الله، هذه عبارة سيئة. لا يقول الإنسان هذه سنة الحياة، يقول هذه سنة الله في خلقه، هذا قضاء الله وقدره، يسند الأمر إلى الله عز وجل ولا يسنده إلى الحياة. ولا يبعد أن يكون هذا مثل قول من يقولون وما يهلكنا إلا الدهر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول لقد ذكرت في درس سابق أن القباب في المساجد إذا لم يكن بها قبور وأضرحة هي من الفن المعماري، والسؤال ألا يتبادر إلى أذهان الناس عند مشاهدة القباب في المساجد في خارج هذه البلاد، ألا يتبادر في أذهانهم قبور الأولياء والصالحين؟ وأيضا أليست القباب من وسائل الشرك، لأن أول من فعلها المبتدعة والأولى منعها؟ القباب إذا كانت على القبور فهي من وسائل الشرك، أما إذا كانت قباب في المساجد هذا فن معماري، قد يكون أنها أنفع للمسجد ويعني فن هندسي، يقولون ان الصوت انه ينتقل اكثر في الاشياء المقببه، او البرادي يكون المسجد ابرد اذا كان فيه قبه يصير ابرد، جو ابرد من جو المسطح، هذا لا باس به، انما تكون القباب من وسائل الشرك اذا كانت على قبور، على قبور، اما القباب اللي ما هي على قبور هذه ليست من وسائل الشرك، القباب اللي في البيوت أو القباب اللي في المساجد الخالية من القبور حرج في ذلك. واللي اللي الجاهل اللي يقول هذه مكروهة أو هذه، أنا ما يعتبر بقوله، ما يعتبر بقوله، لأن قوله بدون دليل وبدون تعليل صحيح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول العمالة التي تأتي للعمل في هذه البلاد، نعم، وعمال النظافة والخدم في المساجد وغيرهم، نعم، يقول العمالة التي تأتي للعمل في هذه البلاد، نعم، وعمال النظافة والخدم في المساجد وغيرهم، معلوم أن رواتبهم قليلة وغير كافية، هل لي أن أعطي من أعرف منهم من زكاة مالي؟ نعم، إذا عرفت أنه مسلم مستقيم وأنه فقير أعطي من زكاة. طيب الزكاة لمثله للفقراء والمساكين، إذا عرفت أنه مستقيم في دينه وأنه فقير وأن راتبه ما يكفيه وليس له دخل يكفيه، أوسع من الزكاة ولو كان من العمال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول بالنسبة لقول شيخ الإسلام في الواسطية وأما المرتاب فإنه يقول ها ها لا أدري، هل المرتاب المقصود به الكافر أم أنه المؤمن العاصي؟ المراد بالمرتاب المنافق، المنافق اللي يظهر الإسلام في الدنيا وأنه مع المسلمين، هذا إذا وضع في قبره وجاءه الملكان يقول ها ها لا أدري، لأنه ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى الخام عن يقين وإيمان، وإنما فعل هذا مجاراة للناس ورياء وسمعة ما هو عن إيمان، ولذلك تضيع حجته بالقبر.
يقول أهل هذا، هذا المنافق الذي أظهر الإسلام قبل الموت وهو كذاب في قلبه مكذب، هذا هو اللي يتلجلج عند السؤال. نعم أحسن الله. أما الكافر هو كافر، كيف يمتحن وهو كافر؟ كافر هو كافر من الأصل، لكن هذا في الذي يدعي الإسلام وهو ما هو في الظاهر وهو كافر بالباطل، لأجل أنه يفتضح ويتبين أمره. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل الكافر يسأل في قبره؟ ما ورد شيء أنه يسأل في قبره لأنه كافر، كيف يسأل وهو كافر؟ إنما يسأل المؤمن، يمتحن المؤمن ويمتحن المنافق الذي تشبه بالمؤمنين في الدنيا. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم نعم. ما جاء أحسن الله لك في حديث البراء بن عازب أن الكافر يسأل في قبره؟ نعم في حديث البراء بن عازب: وأما عبد الكافر أو منافق فإنه إذا كان في إقبال من الدنيا إقبال الآخرة. ما أدري، لا الكافر ما أدري، لكنه كافر هو. كيف يمتحن وهو كافر وما آمن بالرسول من أصل ولا آمن بالرسل من أصل؟ كيف يمتحن؟ نعم أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: هل طريقة بعض طلاب العلم حديث البراء بن عازب يعني ما هو بالقوي، ما هو بالقوي في سنده؟ نعم نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: هل طريقة بعض طلاب العلم هذه صحيحة، وهي أن يحضر المحاضرات والندوات ويترك حفظ القرآن وحفظ المتون العلمية على أهل العلم، هل هذا الفعل صحيح؟ إذا كان يقتصر على حضور المحاضرات والندوات فقط هذا ما هو صحيح. صحيح أنه يجمع بين الأمرين، يحفظ المتون ويقرأ على المشايخ في الحلقات ويحضر الندوات والمحاضرات زيادة في الخير، زيادة في الفائدة. نعم يجمع بين هذا وهذا، أما الاقتصار على حضور المحاضرات والندوات هذا ما يكفي. نعم أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما حكم تصنيف في الناس إلى إنسان ملتزم وغير ملتزم؟ الإنسان ما هو ممكن أنه يصنف الناس، يعتني بنفسه هو أولا، وإذا شاف على أحد تقصير ينصحه ويعلم ويذكره بالله عز وجل ويدعو إلى الله على بصيرة، ينفع نفسه وينفع الناس. أما أنه ما له شغل إلا أنه يصنف الناس أصناف ويقسمهم أقسام، هذا لا عمل غير سليم. وماذا ينتج هذا الشيء؟ ما له نتيجة. نعم أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: هل السنة يا شيخ النظر في إصبع السبابة أو في موضع السجود أثناء التشهد الأول والأخير؟ العلماء يقولون أنه في الصلاة ينظر إلى موضع سجوده إلا في حالة التشهد، فإنه ينظر إلى سبابته. حالة التشهد ينظر إلى سبابته، حالة الجلوس بين السجدتين أو في التشهد ينظر إلى سبابته، وأما في بقية الصلاة ينظر إلى موضع سجوده، لأن هذا أخشع له، لأنه إذا سرح نظره أمامه فإنه يشوش عليه الصلاة. أما إذا قصره على موضع سجوده أو على النظر إلى سبابته في الجلوس فهذا أدعى للخشوع. نعم وأبعد عن الشواغل. نعم أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: هل يجوز التسمية باسم عبد المريد؟ المريد ليس من أسماء الله عز وجل، ليس من أسماء الله، يسميه يعبده لاسم من أسماء الله، كعبد عبد الحفيظ، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد العزيز، عبد الله، اسم من أسماء الله التي جاءت في الكتاب والسنة. أما المريد هذا لا، ليس من أسماء الله، ولا يجوز أن يقال الله هو المريد، لا يقال الله هو المريد، لأن الإرادة تنقسم إلى إرادة
إلى إرادة صحيحة وإرادة سيئة، فلا تطلق على الله جل وعلا. يقال المريد أو الشائي لشاء، ما ورد. أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية، ما يقال إلا ما ثبت في الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول أرى في النشرات التي الداعية إلى إظهار العداوة لبعض الفرق الضالة ومنهم الرافضة أنها تشدد في هذا إلى الحد الذي قد يثير الفتن والقلاقل، خاصة وأنهم يعيشون عندنا، هل مثل هذا الأسلوب صحيح أم أن دعوتهم باللين وإظهار الحق لهم وتوضيحه بالأدلة الشرعية من دون القسوة والشتائم التي قد تؤدي إلى مضار كبيرة؟ أرجو توضيح هذا الأمر في ذلك. أول شيء، ممن صدرت هذه النشرات؟ من صدرت منه؟ ثانيا، إذا علمنا من صدرت منه وأنه عالم وأنها صحيحة فلا يجوز. أنا ما أؤيد توزيع النشرات في المساجد والأسواق بهذا الشكل، هذا ابتذال للعلم وامتهان للعلم، وأيضا يثير الفتنة، فهذه الطريقة غير صحيحة، أنا ما أراها. نعم. سأل الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه السائلة تقول: ما حكم ذهاب المرأة مع السائق لوحدها بدون محرم في داخل البلد؟ هذا حرام، لا يجوز، لأنها خلوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كانت في الشيطان ثالثهما أو كان ثالثهما الشيطان أو إلا وثالثهما الشيطان. الحاصل أنه لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرما لها، لأن هذه خلوة محرمة واضحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما الحكم إذا أصابت النجاسة الملابس ثم زالت، أي ذهب أثرها من الملابس؟ ربما بعض الناس يقول أن هذه ما هي خلوة لأنه ورق زال يشوفونهم الناس. طيب، الناس يشوفونهم، يسمعون كلامهم اللي يدور بينهم. أيضا الناس يمنعون السائق لو أراد بها سوءا وهرب بها، لا يستطيعون. خلوتها معه في السيارة أشد من خلوتها معه في غير السيارة، لأن السيارة بيده يحركها، إذا كان سيئا وفاسدا تمكن من الذهاب بها والهرب بها، ولا يستطيع الناس أنهم يمسكون، ولا يكفي أنه يرى من وراء الزجاج، هذا ما يكفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما الحكم إذا أصابت النجاسة الملابس ثم زالت، أي ذهب أثرها من الملابس، هل لا بد من غسلها؟ نعم، لا بد من غسل النجاسة. إذا أصابت الثوب والبدن فلا يكفي زوال صورتها من المكان، بل لا بد أن تغسل، لأن الله جعل الماء طهورا، فلا تطهر الأنجاس إلا بالماء. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فمادة التطهير من النجاسات هي الماء، فلا بد من غسل مكان النجاسة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم هذه العبارة: وجه الله عليك، وعبارة: الله ما شفناه وبالعقل عرفناه؟ وجه الله عليك، هذا معناه أنه تشفع بوجه الله على هذا الشخص، وهذا حرام، هذا ذنب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: إلا نستشفع بالله عليك، تغيظ صلى الله عليه وسلم وغضب وقال: ويحك، أتدري ما الله؟ الله أعظم من ذلك. لا يجوز أن يستشفع بالله أو بوجه الله على أحد من خلقه. يقول: وجه الله عليك، هذا يعني أنك تجعل وجه الله شفاعة يشفع لك عند هذا الشخص. ومعلوم أن المشفوع عندها أعظم من الشافع، هذا أمر لا يجوز. وأما الله ما رأيناه، صحيح أن ما رأيناه في الدنيا، لكن رأينا آياته ودلالاته الكونية
والقرآنية دلتنا عليه سبحانه وتعالى، والرسل عليهم الصلاة والسلام بلغتنا عن الله، فنحن نؤمن به وإن لم نره الدنيا بناء على هذه الأدلة العقلية والأدلة النقلية والسمعية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: أنا أملك محل مقهى ولا أبيع فيه إلا، لكن قوله بالعقل عرفناه، هذا نقص، ما هو بس في العقل، عرفناه بالعقل والنقل، عرفناه بالعقل وبالنقل، وهو الوحي الوارد عن الله على أيدي رسله عليهم الصلاة والسلام، عرفناه بالكتاب وعرفناه بالأدلة والمخلوقات الدالة على الله جل وعلا، لا بس في العقل بل وفي النقل أيضا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: أنا أملك محل مقهى ولا أبيع فيه إلا ما يحله الله، ولكن عندي اشتراك في أحد القنوات الفضائية الرياضية لعرض المباريات الذي قد يجذب الشباب لمشاهدتها، وعندي فيديو أعرض فيه المباريات الرياضية، هل يجوز عملي هذا؟ وإذا كان هذا حرام ماذا أعمل؟ أفيدونا جزاكم الله خير. هذا وسيلة إلى عرض الأشياء الأخرى، لأنك تبي ترغب الناس، هم من الناس يقولون والله هذا ما يكفينا، نبي نشوف الفضائيات الأخرى علشان نجي ونقول للناس تعالوا. فلا تفتح على نفسك هذا الباب يا أخي، لا تفتح على نفسك هذا الباب، لا تعرض الرياضيات ولا غيره، لأن هذا يفتح عليك باب والناس ما يقنعهم هذا الشيء وسيطلبون منك، وبحكم أن الإنسان يحب المال ويحب الريالات سيخضع لرغبات الناس ويجلب لهم ما يريدون، فلا تفتح على نفسك باب فتنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: رجل يصلي ثم اتصل الجوال فقام بالرد عليه وهو في صلاته بقوله سبحان الله يشعره أنه في الصلاة، ما الحكم في هذا؟ حكم في هذا لا يبطل الصلاة، لو تنحنح مثل النبي صلى الله عليه وسلم إذا استولي عليه ويصلي يتنحنح، هذا قول سبحان الله ما يبطل الصلاة، لأنه ذكر مشروع في الصلاة جنسه لا يبطل الصلاة. لكن أنا أنصح اللي يصلون إنهم ما يحملون الجوالات، أو إذا حملوها يغلقونها، لما يسلمون من الصلاة يغلقونها، لها إغلاق، يغلقونها لما يفرغون من الصلاة، ولا تشغلهم وهم يصلون. نعم. أو إنهم لا ينقلونها معهم في المسجد، خلونها في بيوتهم أو في سياراتهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما الحكم في العادة السرية؟ وهل هي من الكبائر؟ فإني أقع فيها ولكن أندم إذا فعلتها وأعاهد نفسي على التوبة، ولكن ما ألبث أن يغلبني الشيطان وأعود إليها، فما توجيهكم وما دعاؤكم لي بالخلاص منها؟ العادة السرية محرمة، لأنها استمتاع بغير ما أحل الله. الله جل وعلا أباح الاستمتاع بالزوجة وملك اليمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك غير الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون، ومن ذلك العادة السرية، فإنها استمتاع بغير الزوجة وملك اليمين فهي من العدوان. عليك بالتوبة إلى الله وترك هذا العمل، والذي يستعمل العادة السرية لا يكون حافظا لفرج، والذين هم لفروجهم حافظون لا يكون حافظ لفرج، عليك أن تترك هذا العمل وتتوب إلى الله، تستغفر منه ولا تعود إليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، فقال: أو ولد صالح يدعو له، هل ينفع الدعاء، هل لا ينفع الدعاء إلا من الولد الصالح؟ ولد الصالح مظنة الإجابة، لأنه مظنة الإجابة، وإلا المسلم، كل المسلم ما دام أنه مسلم فهو يتقبل دعاءه إذا توفرت فيه شروط القبول.
لكن الصالح أرجع، أرجع لإجابة الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، هل المراد أنه ليس من المؤمنين كامل الإيمان أم أنها من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت؟ هذا هو الصحيح، إنها ما يتعرض لها بتفسير، تمر كما جاءت، يكون هذا أرجع للنفس، لأنك لما تقول للناس إن الحديث معناه إنه ما يكفر ولكنه يكون نقص الإيمان يتساهلون بالشيء، لكن إذا ما فسرته وسمعوه هذا يزجرهم ويبعدهم عن هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب، لكن لو جاك واحد من الخوارج وقال اللي يغش كافر بدليل هذا الحديث، تقول له لا ما هو كافر، والحديث معناه ليس بمؤمن أي ليس كامل الإيمان، فعند الحاجة تجيب الجواب هذا، أما إذا ما له حاجة ما تقول للناس ترى الحديث معناه كذا وكذا، لأن هذا يقلل من أهميته عنده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول أنا إمام مسجد وأوكل مؤذن المسجد للإمامة في المغرب والعشاء، وأحضر للدرس، والمؤذن قارئ للقرآن وجيد قال أو يجيد الإمامة، فهل في هذا حرج؟ ليس في هذا حرج والحمد لله، ما دام فيه أنك وكلت من يصلح للإمامة وأنت جاي لغرض صحيح، جاي لحضور الدرس والتعلم، هذا غرض صحيح فهذا لا بأس به إن شاء الله، لكن لو وكلت الإمام وتروح للاستراحة ولا تروح تنزه ولا تروح وتداوم على هذا الشيء هذا هو اللي لا يجوز، أما أنك تروح لغرض صحيح أو حاجة لا بد منها وتوكل من يقوم بالإمام هذا شيء طيب لا حرج فيه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول اللحية هل تغسل في الوضوء أم تخلل فقط؟ الواجب غسل ظاهرها، هذا واجب فرض غسل ظاهرها، وتخليل داخلها إذا كانت كثيفة، إذا كانت كثيفة ساترة للجلد، فالذي يجب غسل الظاهر وتخليل الباطن سنة، تخليل الباطن سنة، أما إذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها الجلد فهذه لا بد من غسل ظاهرها وباطنها، لأنها لا تستر الجلد، يغسل ظاهرها وباطنها بأن تعرف بالماء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما رأيكم في شخص يخاف من الموت، وهل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كره لقاء الله كره الله لقاءه، وأرجو منكم توضيح الحديث؟ هذا خوف طبيعي، ما كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت، هذا خوف طبيعي مثل ما تكره المرض وتكره الألم أو تكره الجوع، هذا خوف العطش، هذا خوف طبيعي ما تلام عليه، ولكن ما يكفي الخوف من الموت، لا بد من الاستعداد، إذا خفت من الموت استعد له بالعمل الصالح، أما الخوف اللي ما معه عمل صالح هذا ما فيه، ليس فيه لك فائدة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله، هذا إذا نزل به الموت بشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزل به الموت يبشر.